هذا يا سيدي واحد الراجل ضرب مراته، ما علينا يا سيدي، ومشى ديك العرات به وجاو البوليس شدوه. ونهار يا سيدي ديال المحاكمة قال ليه القاضي علاش ضربتي مرتك، وهو المتهم يقول ليه وسيد القاضي، ودخلت للدار ولقيتها دايرة ماسك لوجهها باللوز والجوز والعسل الحر، ومسخوت الوالدين دايره للعشاء العدس. وهو يا سيدي القاضي يقول لي سير سير يا وليدي كمل عليها، راه عندك براءة الله يكون في عوانك. هذا يا سيدي واحد السقرام بخيل، ما علينا يا سيدي، كان يا سيدي مسكين كيموت وجمع ولادو حداه وبدا، فينا هو محمد؟ قال له انا الوالد. فينا هو عثمان؟ انا الوالد. فينا هي ليلى؟ ها انا الوالد. فينا هي فوزية؟ ها انا الوالد. فين رامكم؟ ها هي الوالد حدانا. وهو يقول ليهم الله يتبع باباكم البلا، سير الله يغرق لكم الشقة وديك الضو اللي مخلينو ديال الصالون شاعل لمن. الحكمة يا سيدي ديال اليوم، إذا رماك أحدهم بكلام جارح فرميه بالورود، ولكن يا سيدي ما تنساش الورود بالباص ديالهم، ولا كانت شي طبلة حداك تا هي هزها شير عليه بها شي كرسي تا هو. ايوا يا سيدي نتلاقاو شي حكمة اخرى ان شاء الله. اخيب حاجة يا سيدي كتوقع لك هي منين كتمشي عند الطبيب ديال السنان وكيدي لك رزقك وانت يا غي حل فمك. هذا يا سيدي واحد السيد كان جالس وكيعاود لصاحبه، قال ليه يا صاحبي والبارح نسيبتي ماتت. وهو ديك صاحبه يقول له الله اكبر كيفاش ماتت؟ وهو يقول ليه ملي كنا جالسين انا وياها في البالكون طاحت. وهو ديك صاحبه يقول ليه ألطيف السلامة موتة خايبة هادي يا صاحبي. وهو يرد عليه الاخر لا لا راها ما طاحتش على الارض. وهو يقول ليه يا سيدي وكيفاش ماتت مني ما طاحتش على الارض؟ وهو يرد عليه الاخر لا راه طاحت على السلك ديال الضو. وهو الاخر يقول ليه الله 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 على موتا شحال خايبه ما تبغيهاش لعدوك. وهو الاخر يقول ليه ولكن يا صاحبي راه ما ماتتش بالضو حيت كان الضو ديك النهار مقطوع. وهو الاخر يقول ليه ويلا صاحبي واش باغي تحمقني؟ ايوا يا سيدي وكيفاش ماتت؟ وهو يرد عليه الاخر السلك لاحا البيسين اللي حدانا. وهو الاخر يقول ليه او 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 قول لي يا مسكينه ماتت غرقانه. وهو الاخر يرد عليه الا يا صاحبي ما ماتش هي غرقانه. وطلعت العفريته الاخرى كانت عرفت تعوم خرجت من لابيسين ورجعت عندي تاع البالكو. وهو يا سيدي يقول ليه صاحبه الاخر وياك يا صاحبي قلتي لي يا ماتت واش باغي تحمقني؟ قول لي كيفاش ماتت. وهو المسخوط الاخر يقول ليه ايوا يا خويا اش غادي نقول لك ملي شفتها حتى حاجه ما قررت فيها وما بغاتش تموت حتى حاجه ما نفعت معها وانا نشد يماها بواحد القجه حتى ماتت. هذا يا سيدي واحد دري سول باه قال لي هو الوالد كم يكلف الزواج؟ وهو يا سيدي يقول لي با اش غادي نقول لك يا وليدي الله اعلم ولكن انا راني مازال لحد الان كندفع الثمن ديالو. هذا يا سيدي واحد المعلم قال للتلاميذ ديالو غادي نحط لكم غدا امتحان في هاد ثلاثه ديال المواضيع يا إما الفيل
يا إما الدودة يا إما الطيور. وقال لهم سيروا راجعوا مزيان، راه غير واحد في هادو اللي غيتحط. داكشي اللي كان يا سيدي، واحد التلميذ كسول بزاف، راسو قاصح، قمر يا سيدي على موضوع واحد ومشى وجدو وحفظو ديال الدودة. ومنين جا يا سيدي لغد ليه الامتحان، كيلقى الأستاذ حط لهم الموضوع ماشي ديال الدودة، ديال الفيل. الدري يا سيدي بقى كيفكر شنو يكتب، وهو يطيح عليه واحد الفكرة، وهو يكتب: الفيل حيوان ضخم له خرطوم طويل، وعندما يموت يأكله الدود، والدود نوعان، دودة القز ودودة كذا. المهم يا سيدي ما علينا، الدري صلق مطور وكملوا الموضوع. الأستاذ يا سيدي منين جاي صح الوراق ما فهم والو، تزير في هادي. وهو يا سيدي مشي لغد ليه وقال لهم: غادي نعاود لكم الموضوع، غادي تهضروا ليا على الحديقة. وهو يا سيدي مع الدري حافظ غير ديال الدود، بقى كيفكر وهي طاح عليه واحد الفكرة، وهو يكتب له: ذات يوم كنت أتجول في الحديقة فشاهدت دودة تترنح بين الأزهار، والدود نوعان، دود القز ودود كذا. المهم يا سيدي ما علينا، كمل له الموضوع عاوتاني. المهم يا سيدي الأستاذ فاش كان كيراقب، داز من حداه وشاف في الورقة ديالو، ولقاه الكاتب داكشي، وهو يقول له: يا وليدي راك تخرج على الموضوع، هادي ماشي هي ديال الدودة، هذا راه كنهضر على الحديقة. وهو يا سيدي عاوتاني المعلم قال له: وقفوا وقفوا، غادي نبدل لكم عاوتاني الموضوع، غادي تهضروا ليا على القطار. وهو ديك الكاسو العفريت عاوتاني كتب له: ذات يوم صعدت الى القطار، وبينما انا ابحث عن مقعد لاحظت دودة تتحرك تحت الكرسي، والدود نوعان، دودة القز ودودة كذا. عاوتاني الاستاذ مشى طلع على الورقه ولقاه كاتب داكشي، أستاذ طلع عليه الدم وتمجنن وقال لهم: حباس، غادي نبدل لكم عاوتاني الموضوع، دابا غتهضروا ليا على الفضاء. وهو يا سيدي ديك الكاسول اتزير في هادي، الدود ما كان شي في الفضاء، ما لقى ما يكتب له، بدا كيفكر وهي طاح عليه واحد الفكره وكتب له: ذات يوم صعدت في مركبه فضائيه الى الفضاء، وبينما انا انتقل من كوكب لاخر شاهدت مركبة فضائية فيها فضائيين بعين هاته التي سيأكلها الدود، والدود نوعان، دودة القز ودودة كذا. هذا يا سيدي واحد المبوق ناض فتح عيادة وكتب عليها: المريض يتعالج ويدفع 100 درهم، وإن لم يتعافى كنعطيو حنا 200 درهم. داك الشي اللي كان يا سيدي، والناس عجباتهم الفكرة، وواحد بغى زعما ينصب على داك المحشش، قال غنمشي لعندو ونكذب عليه. وهو يمشي عندو للعيادة ودخل عندو، وهو ديك الطبيب المحشش قال له: مالك شنو عندك؟ وهو يقول له الآخر: أنا راه ما كنحش بمذاق ديال الماكلة. وهو يا سيدي داك الطبيب المحشش يقول له: زعما ما عندكش حاسة التذوق؟ وهو يا سيدي داك الطبيب عيط للممرضة ديالو وقال لها: عافاك، جيبي ليا الصندوق رقم 22. مشات يا سيدي وجابت لي الصندوق رقم 22، وهو يعطي معلقة كبيرة منها لديك خونا. وهو يا سيدي غير دارها فمو، وهو يبصقها شواتو قال له: او عطيني الفلفلة حارة. وهو هذيك الطبيب المحشش يقول له: نوض نوض سيدي، تبارك الله عليك على سلامتك، راه رجعت لك حاسة التذوق. وهو يا سيدي داك خونا ما تسرطات لوش، وهو يرجع عند الطبيب مرة أخرى وقال له: سي الطبيب، أنا راني فقد الذاكرة، ما بقيت عاقل على والو. وهو يا سيدي داك الطبيب المحشش شاف فيه وقال له: وعيط للممرضة ديالو وقال لها: والممرضة، عافاك، جيبي لي الصندوق 22. وهو يا سيدي داك خونا يقول لي: ولكن السي الطبيب، هذيك الصندوقة راها ديال الفلفلة حارة، عطيتيها لي المرة اللي فاتت.
اوه هو المسخوط ديال داك الطبيب المحشش قال له نوض نوض اولدي على سلامتك الف مبروك عليك راه رجعت لك الذاكره.